أنت لا تأكل هم المصاري، المصاري مو مهمة، بدي منك بس تلاقي مكان مناسب. وكمان إيه ستي، أنتي ناديتي لي؟ إيه هاي هي، أنت أكيد بتكون بتعرفها مو هيك؟ هي البنت اللي نحنا بدنا بيت إلها. إيه أكيد، مين ما بيعرفها؟ عم تطلع على كل القنوات هالأيام. مين هذا الزلمة؟ ومنين بتعرفوا داميني؟ ظهور دي على التلفزيون ما بيتقارن بالمسلسلات والممثلين. هي مميزة عنهم، لازم تكون مبسوط إنك رح تأمن بيت لهيك شخصية. بعتذر مدام، بس مو الكل بيقبل إنه هاي البنت المشهورة تصير جارتهم. هاي هي المشكلة. شو يعني إذا هيك صار مع البنت؟ لا أكيد لا، هي لازمها مكان لحتى تسكن وتستقر فيه. ممكن إنك تجرب؟ بس مدام، يمكن الشغلة تكلف زيادة ورح يكون الدفع كاش. إيه؟ ستي داميني، بس شو القصة؟ لا تسألي شي، يعني أنتي ما بيحق لك تسأليني أي سؤال. وحطي ببالك إنك رح تطلعي من هذا البيت. روحي ضبي غراضك. ستي بس أنا قلت لك من قبل ما بيحق لك تسأليني. كان المفروض تجي لعندي بنفسك وتكوني ممنونة وتقولي لي شكراً إلك، ساعدتيني كتير حتى أخلص وروح من هون. بس مو مهم، حتى لو ما قلتي لي أنا قلتها. أنتي رح تطلعي من هون، اللي ما عملوا لك يا أهلك أنا رح أعمل لك يا هلا. وبالحقيقة أنا رح أعمل لك بيت منيح كتير كمان. يعني لسا بدك يعني وضح لك أكتر من هيك؟ وأنت إيه؟ خد هدول المصاري. شكرا. وتذكر إنه لازم تأمن بيت بأسرع وقت، وإذا فينا ننهي كل شيء اليوم بيكون منيح. داميني وقفي هالمسخرة. وأنت يلا يلا روح من هون. أنا رود، شو عم تعمل أنت؟ فهمني. أنت ما سمعت شو قلت لك؟ روح. اشرحوا لي شو عم يصير معكم بهذا البيت. فيني افهم شو صلكم كلكم؟ ليش خليتوه يروح؟ بدي اشتري له بيت. دي قاعدة معنا بالبيت وما رح تروح من هون بنوب. جدي أنيرود، لو سمحت انتو. انت لا تتدخلي بهالموضوع بنتي. الافضل انه انت يلي ما تتدخل اليوم أنيرود. انا يلي لازم اتدخل داميني، لأني صرت مفهمك هالموضوع أكتر من مرة. ليش ما بدك تفهمي علي؟ ليش؟ شو اللي مفهمني يا؟ شو الغلط اللي عم أعمله؟ فوق ما عم أمن له بيت للبنت؟ أنتوا ليش ما عم تفهموا؟ لو أي وحدة تانية غيري كانت ما استقبلتها ببيتها وطالعتها لبرا هي وغراضها. مبارح أنت قدام رفقاتك البلا فهم صرتي تزعجي ليها وأنا سكتت، وهي اليوم أنت عم تهينيها بأنه بدك تطالعيها من هذا البيت. قليلي شو بتستفيدي من هي التصرفات السيئة؟ إيه خلصنا خلصنا، بكفي. شو مشاني لما الناس عم تجي على هذا البيت ويشوفوا هاي البنت هون عم تسبب لي إحراج، عم يسألوني أسئلة ما عندي جواب إلها؟ أنا قلي احترامي بالمجتمع شو مشان مكانتي؟ أنت احترام؟ أنت بتعرفي شو يعني الاحترام؟ الاحترام ما نطوق بينهدى للزوجة، ولا هو شهادة بتمنحها الجامعة للشخص. الاحترام مو قطعة ذهب مخباية بالغزانة ورح تخسريها إذا ضيعتيها. بتحصلي على الاحترام يا داميني وقت أنت بتقدمي لغيرك. انت مره مثل يا داميني، ما عم افهمك كيف بيجي من قلبك انه تتصرفي هيك مع بنت ضعيفه. انت مو خجلانه من حالك؟ ايه خلصنا حاجه تقلي هالحكي. هي يلي لازم تخجل. شو يعني هاي قضيتك انتهت هلا؟ خلاص خلصت، فزتي، يلا روحي. ليش قاعده هون بالبيت باي حق؟ عفوا ستي. انت اسكت، لا تحكي ولا اي كلمه. انت اصلا شو لك بهالبيت؟ أنت بنفسك غريب عن البيت. أنت بأي حق قاعد هون؟ ما بيحق لك تحكي أي شيء عن بنت غريبة، وإلا ما رح أسكت لك إلك كمان. داميني بيكفي بقى، اسكتي. قبل ما تقلي اسكتي روح سكت العالم كله، شوف كل الناس شو عم تسأل. أنت عندك جواب إلهم؟ أنت شو مشكلتك مع ديا؟ عندي مشكلة، إيه، ومشكلة كبيرة كمان. بس ليش لحتى أشرح لك؟ تعرفي شو؟ أنت ما بتهميني أبداً،
لهيك لا تسألي ولا سؤال لأني مو مهتمة جاوبك نهائياً. ليش عم تعملي هالمشكلة؟ المشكلة موجودة أصلاً، عيلتي كلها صارت عايشة بمشاكل. اسمعي، أنت توليتي مسؤولية رعاية هالبنت، وأنت مين بتكوني؟ هاد بيكون بيتي أنا، وأنت بدك تعيشي على كيفي، وإذا عندك أي مشكلة فيكي تروحي. خدي هالبنت معك وروحي من هون، وإذا ما عندك جرأة معناتها بتعدي وما بتعترضي. وحضرتك روحي يلا. حماتي شو عم تعملي؟ لوين بدها تروح هلا؟ ما بيهمني تروح وين ما بدها، بس تطلع من بيتي. انا اتصلت بالوسيط العقاري وكان رح يأمن لها بيت، ليش خليته يروح؟ ليش ما خليته يلاقيها؟ لاني انا ما برضى وما بقبل ابدا تروح البنت لحالها تسكن ببيت مو معروف وين. ما شفتي قديش العالم سيء برا؟ الناس ما رح يتركوها بحالها، وانا ما بوثق بحدا بهالعالم. نحن في عنا بيت كبير، وهالبنت دي رح تعيش بهذا البيت. عم تفهمي شو قلت؟ حلو، يا سلام، كتير حلو. انت شخص بتجنن عن جد، ما في منك. انت بدك تعتني بهاي البنت وتتحمل مسؤوليتها مع انه اهلها تركوها. مو همك الناس شو بتحكي، ولا سائل عن مكانتنا، ولا فارق معك شيء. بكفي انه دي بتهمني اكثر من المجتمع. ايشاني دهميني، خلصنا بقى، لا تغيري الموضوع. انا عم غير الموضوع؟ انا ما بيهمني شو بتفكر العالم، ولا شو بيحكوا، ولا حتى شو رح يتصرفوا كمان. افهمي علي بقى. جدي انيرود، انا بترجاك ما بدي تتخانقوا بسببي. خلاص انا رح روح من هون. ستي معها حق. كيتي انتبهي لكلامك، انا مو ستك. ولكني عم حذرك، اصحك تتجرأي وتفكري انك بتقربيني. اذا اهلك وخطيبك تركوكي وتخلوا عنك وعم تحاولي تعلقي اهل البيت فيكي. انا قلت لك لا عاد تحكي دمني بقى. تعي تعي لشوف شو فيكي شي مميز، شو بتعملي للناس لحتى يتعلقوا فيكي؟ طلعتي أسوأ مما كنت مفكرتك. فكرتك عم تحاولي تأسري على شخص، بس قدرتي إنك تأسري على شخصين ببيتي. وأول شي أول شي شوريا، والتاني هو زوجي. دميني! أنت بدك تضل واقف جنبها؟ رح أقلك شي، بدي منك تقلها لديا إذا كتير بتحب تعلق الناس فيها خليها تروح وتعيش لحالها، هيك بتعمل اللي بدها إياه وبتتصرف براحتها. دميني!